الراي الجزائري من أكثر أنماط الغناء الشعبي المغاربي انتشارا، لمعت عدة أسماء تغنيه وحفظ الجمهور العربي كلمات أغاني جزائرية خالصة تخطت الحدود وعانقت العالمية، منها بختة للشاب خالد التي تعد من أشهر أغاني الراي وأجملها لحنا، ولها أيضا قصة مميزة إليكم أطوارها. بختة نورت نادي كيتي من البختة كي يا يرغبها أصدر ملك الراي الأغنية في صائفة 1993 وحققت نجاحاً كبيراً محلياً وعربياً وعالمياً. سر نجاح بختة أصالتها، فهي تروي قصة حب قديمة وصاحبها الشاعر العاشق الشيخ عبد القادر الخالدي، وصار من رموز هذا الفن، وقد جمعت بعض أشعاره في ديوان باسمه بعد وفاته. بختة حبيبته التي عشقها وأنشد فيها عددا من القصائد، منها هذه القصيدة التي تعود إلى الأربعينيات وهي تقع في 196 بيتا غنى الشاب خالد بعضها. يقال إن بختة تزوجت غير الخالدي وانتقلت من وهران إلى تيهرت، لكن قصة حبهما ظلت خالدة وحفظتها الأغنية في الذاكرة.